مع الخير وللخير احنا وفي الخير احنا احنا امل خير امة اهلنا سرينا وابتدينا بنبينا والامان الكبيرة ما هي صعبة علينا عزيمتنا فينا ننجز اللي علينا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، على قدر رضاك مد رجاك. جنة المؤمنين هي الرضا، جنة المؤمنين فيها يستريحون من هموم الدنيا ومشاغل النفس وضيقها، ففي الرضا بقضاء الله وما قسمه لك غنى في النفس وراحة للبال، على عكس من لا يرضى بما قسمه الله فإنه يكون على الدوام في شد وجذب مع نفسه وفي كدر وضيق. فالرضا هو سرور القلب بمر القضاء، وهو نعمة غالية وعبادة قلبية تغيب عن الكثير. من يفتقدها يشعر بالسخط والضجر ولا يتلذذ بما أعطاه الله من نعم. في هذا يقول عليه الصلاة والسلام: وارض بما قسمه الله تكن أغنى الناس. مع الخير وللخير احنا وفي الخير احنا احنا امل خير امة اهلنا سرينا وابتدينا بنبينا والامان الكبيرة ما هي صعبة علينا عزيمتنا فينا ننجز اللي معاني مغلوطة. والرضا هو قبول حكم الله في السراء والضراء، والعلم أن ما قسمه الله هو الخير كله، وليس الرضا هو الاستسلام لواقع يمكن تغييره بالسعي والأخذ بالأسباب كالتداوي من مرض أو السعي وراء الرزق أو دفع ضرر ما، لأن الاستسلام هو الانهزام وعدم بذل الجهد والأخذ بالأسباب لتحقيق الهدف. إنما الرضا هو استفراغك الوسع وبذل الجهد والأسباب في تحقيق الهدف، لكن لم توفق إليه فترضى بما قسمه الله لك من غير جزع أو ضجر أو سخط، كالذي تزوج ولم يرزق الولد رغم سعيه للعلاج، والذي أصيب بمرض لم يستطع دفعه بالدواء، والذي ابتلاه الله بالفقر والضيق ذات اليد فاجتهد في تحصيل الغنى فلم يوفق. هنا يأتي التحلي بصفة الرضا بما كتبه الله وقدره، فتحيل القلب إلى سرور دائم وتشعر النفس بنعيم مقيم. مع الخير وللخير احنا وفي الخير احنا احنا امل خير امة اهلنا سرينا وابتدينا بنبينا والامان الكبيرة ما هي صعبة علينا عزيمتنا فينا ننجز اللي علينا. حرمان الرضا. حين نحرم الرضا يضيع كل شيء، تختنق البسمات، تشتد البليات، تعظم المهلكات. حين نحرم الرضا نفقد الإحساس بكل شيء، تضيع النيات، تتبعثر الأطروحات، تنهار السامقات. حين نحرم الرضا ينتهي كل شيء، تتمزق الأركان وتصفق الأيدي خاسرة الدنيا. حين نحرم الرضا فطريقنا مسدود وسؤالنا مردود ونورنا محجوب وهمنا مغلوب. حين نحرم الرضا لن نحصد سوى الحسرة وما أشقانا. مع الخير وللخير احنا وفي الخير احنا احنا امل خير امة اهلنا سرينا وابتدينا بنبينا والامان الكبيرة ما هي صعبة علينا عزيمتنا فينا ننجز. رضا من نوع آخر. يقول ابن القيم رحمه الله: هذا وإن سألت عن يوم المزيد وزيادة العزيز الحميد ورؤية وجهه المنزه عن التمثيل والتشبيه، كما ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر، كما تواتر عن الصادق المصدوق النقل فيه، وذلك موجود في الصحاح والسنن والمسانيد من رواية جرير وصهيب وأنس وأبي هريرة وأبي موسى وأبي سعيد. فاستمع يوم ينادي المنادي: يا أهل الجنة، إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم، فحي على زيارته. فيقولون سمعا وطاعة،
وينهضون إلى الزيارة مبادرين، حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هناك فلم يغادر الداعي منهم أحدا. أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك، ثم نصبت لهم منابر من نور، ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من زبرجد، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة، وجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم دنيء على كثبان المسك. ما يرون أصحاب الكراسي فوقهم في العطايا، حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم، نادى المنادي: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ فبينما هم كذلك، إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة، فرفعوا رؤوسهم، فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم وقال: يا أهل الجنة، سلام عليكم. فلا ترد هذه التحية بأحسن من قولهم: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم ويقول: يا أهل الجنة. فيكون أول ما يسمعون منه تعالى: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ فهذا يوم مزيد. فيجتمعون على كلمة واحدة: قد رضينا فارض عنا. فيقول: يا أهل الجنة، إني لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي. هذا يوم المزيد، فسألوني. فيجتمعون على كلمة واحدة: أرنا وجهك ننظر إليه. فيكشف الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم، فيغشاهم من نوره وينسون كل نعيم عاينوه، لولا أن الله تعالى قضى أن لا يحترقوا لاحترقوا، ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه تعالى محاضرة، حتى أنه لا يقول: يا فلان، أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ أذكره ببعض غدراته في الدنيا، فيقول: يا رب، ألم تغفر لي؟ فيقول: بلى، بمغفرتي بلغت منزلتك هذه. فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة، ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجه الكريم في الدار الآخرة، ويا ذلة الراجعين بالصفقة الخاسرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. مع الخير وللخير احنا، وفي الخير احنا، احنا امل خير امة، بهمة سرينا وابتدينا بنبينا، والامان الكبيرة ما هي صعبة علينا، عزيمتنا فينا ننجز اللي علينا. فيا انسان، لا يشقيك حرمان الرضا. يا انسان، كل جراح الحرمان تندمل إلا جرح حرمان الرضا. يا إنسان، مسكين إن حرمت الرضا، فهمومك لمن تبثها؟ وأشجانك تبعثها لمن؟ دموعك لمن؟ شكواك إلى من؟ كيف لا وقد حرمت العطا من المعطي؟ كيف لا وقد قوبلت بالجفا من رب الأرض والسماء؟ كيف لا وقد فقدت المعين والمجيب والقريب والنصير والحبيب؟ فواه لك، ذلك عنواني، فأين هو عنوانك؟ نصل وإياكم إلى الحلقة، إلى نهاية الحلقة من برنامجنا هذا الذي كانت تحت عنوان الرضا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه الولي على ذلك والقادر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مع الخير وللخير احنا، وفي الخير احنا، احنا امل خير امة، بهمة سرينا وابتدينا بنبينا، والامان الكبيرة ما هي صعبة علينا، عزيمتنا فينا ننجي.